أعرف إنك بتحب تلعب شطرنج قوي كده. صح النوم. أعمل إيه؟ بتسلى. بس على حد علمي يعني إنه هو طول عمره 2 بيلعبوه. أول مرة أشوف حد بيلعب نفسه. ما أنا ما قداميش حد تاني عشان خاطر ألعبه، قاعد لوحدي. يا ترى بقى بتستمتع وأنت بتلعب نفسك؟ والله أنا لو بلاعب حد تاني هكون مستمتع أكتر. بس ما باليد حيلة. طب ما تعلمني. إيه ده؟ أنت عايزة تكوني خصم قصادي؟ الشطرنج ممكن، لكن بعيد عن الشطرنج لا. وأنا أكبر دليل قدامك أهو. ببقى متنرفزة منك ومش طايقاك ومش قادرة أسمع صوتك، بس أول ما بشوفك بنسى كل حاجة بسرعة. وأنت عارف ده كويس. تضحك عليا بكلمتين حلوين وراح أنا مسخسخة على طول. بس أنا النهارده مش هنسالك اللي أنت عملته. أنت النهارده ممكن أمسك في زمارة رقبتك ومش هسيبها غير لما تخرج في إيدي. لا 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 لا، إيه ده إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي أنا عملته على الصبح يعني؟ أنت اللي اشتريت اللوحات بتاعتي من المعرض مش كده؟ آه. عملت كده ليه؟ أبداً، لوحات عجبتني وأنت ما كنتيش راضية تدهاني. فرحت زي أي زبون في المعرض لقيتهم اشتريتهم. شفت بقى؟ هو ده اللي بتكلم فيه بالظبط. ببقى مفروسه منك، مش طايقاك، مش قادره اشوف وشك، بس مش عارفه ايه اللي بيحصل لي. بشوفك بنسى كل حاجه في ثانيه. ليه؟ طب انا عايز اعرف ايه الغلط في كده؟ ايه اللي يزعل؟ الغلط انه ما ينفعش تقنعني انه في حد تاني اشتراها وتطلع انت اللي اشتريتها. ده ملوش غير معنى واحد بس، ان انت بتعطف عليا وانا ما اقبلش بده ابدا. وليه تسميها عطف؟ ليها اسم تاني مثلا وانا مش عارفاه؟ اه طبعا. الواحد لما بيكون بيحب حد بيبقى حابب انه يفرحه. وانا كنت حابب اني افرحك. ايه الغلط بقى اللي انا عملته؟ مش قلت لك؟ معاك ما بعرفش اخد لا حق ولا باطل. بتعمل كل عمله وعمله وردك بيبقى جاهز. انا بقول اللي انا حاسه من غير لف ودوران. مش بيقولوا اللي بيطلع من القلب بيخش القلب على طول؟ جايز، بس جايز برضه ان اكون انا هبله وغبيه وبتاخد على قفايا. طب بذمتك بذمتك في واحده عاقله تصدق واحد قتال قتله زي حضرتك؟ لا وفوق كده ايه؟ قاعده في بيته وسايبه له نفسها ويا عالم هو عايز يعمل فيها ايه؟ وانت شايفه ايه؟ مش عارفه، او يمكن يعني حاسه ان انت حن واطيب قتال قتله اللي عملته في حياتي. العب بقى. تعملي ايه؟ جامد. اقول لك بصي، ده عسكري. هي اللوحات عجبتك بجد ولا انت؟ مش قوي. انت هتموتني. العب. Oh.